يستعد الفنان عمرو يوسف لتقديم تجربة درامية جديدة في رمضان القادم بعنوان نيران صديقة. الإنتاج لطارق الجنايني، وسيناريو وحوار لمحمد أمير راضي، والإخراج لخالد مرعي. كما يبدأ بعد 3 أسابيع تصوير دوره في فيلم رسائل حب مع منة شلبي والمخرج داود عبد السيد، وهي التجربة التي يعتبرها الأهم في مشواره الفني. تعملي ايه؟ انت بتردش على تليفوناتي ليه؟ زي ما انت شايف مطحون في الشغل. يا سلام، مش قادر تفضل دقيقة تطمني فيها عليك؟ لا. طب بقول لك ايه، ما تاخد اجازه من الشغل يومين تستريح. انا طالع شرم مع جروب، تعال نطلع مع بعض زي زمان. بقول لك مش فاضي، بشتغل، لا فاضي لسفرك ولا لكلامك. قلت لك 100 مره زمان حاجه ودلوقتي حاجه تانية. انت بتتهرب مني يا يوسف؟ اتهرب منك بتاع ايه؟ هو انا مديونك بفلوس؟ انت بتكلمني كده ليه؟ عشان ده مكان شغل واكل عيش مش مكان كلام، فاهمه؟ اتفضلي امشي دلوقتي وانا لما اخلص هبقى اكلمك.